نرحب بدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا يا دكتور سعيد. كذلك نرحب بالأستاذ تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة. أهلا يا أستاذ أهلا تامر. بحضرتك دكتور سعيد، اليوم هو 6 إبريل. في 6 إبريل 2008 نشأت حركة 6 إبريل. 6 إبريل قبيل ثورة يناير وإبانها وبعدها يعني بقليل كانت يعني ملء السمع والبصر. الآن أين هي 6 إبريل؟ شوف، الحركات الاحتجاجية بتلعب دور في أي مجتمع، سواء ممكن نتكلم على حركات ضد البيئة مثلا أو دفاعا عن البيئة، حركات تدافع عن الحيوانات والطيور، فيها حركات احتجاجية ضد الأنظمة السياسية بتطالب بعدالة، بتطالب مواقف سياسية. ارجع قبلها لحركة كفاية مثلا. حركة 6 أبريل نشأت 2008 مع أحداث المحلة، ولعبت دور تاريخي في الثورة المصرية 2011. وكأي حركات ثورية وأي لاعب في الثورات دايما بيأتي فترة ويحصل نوع من الاندثار والضعف. الثورة تأكل أبنائها ولو بعد حين. تفتكر وائل غنيم، الصقر عبد الفتاح، نوارة نجم، كل الأسماء اللي لمعت في قبل الثورة أو بعد أو في أثناء الثورة المصرية، الآن أين هم الآن؟ بس بالمناسبة، هذه الأسماء التي تفضلت سيادتك بذكرها، هل تراها ضحايا مبدأ أن الثورة تأكل أبنائها أم تراهم مذنبين؟ لا، هي شيء متوقع أنهم أن الثورة ستأكل أبنائها. أيضا هم تجمدوا على مرحلة سوية وأدوات سوية أصبحت الآن غير مناسبة. المزاج العام في مصر تغير. لما ظهرت حركة 6 أبريل ونجحت في ثورة يناير، حتى الصحف القومية رحبت بيها وقالت أنهم أبطال وأنهم عرفوا يواجهوا بعد الثورة وأنهم يواجهوا النظام العواجيز و و و وحتى سمعت أن بعض الناس حتى اللي كانوا يعني مستقلين عملوا صفحات فيسبوك زي وائل غنيم كانوا عايزين يبقوا رئيس جمهورية في فترة من الفترات. هؤلاء الأشخاص لعبوا دور مهم الآن غير يعني لا يوجد حاجة لهم الآن. يعني اللي حصل وده اللي بيعمل حزن وزعل، التكتيكات اللي هي المليونية أصبحت عاجزين. حتى لما تم سجن أحمد ماهر محدش قدر يقف قدام يعني يساعده، عجزت هذه الحركة أنها تعمل أي تعبئة. وده شيء طبيعي، لأن أولا المصريين بعد 4 سنوات ملوا من الصوات والمظاهرات وقطع الطرق والمليونيات، فما بقاش حد، هم ما قدروش يدركوا أن محتاج تغيير تكتيكات وأنه مش لازم يتجمد على أدوات معينة لأن ده اتغير. ما عنديش حد قادر يعمل مليونية، حتى الإخوان عجزوا أنهم يعملوا مليونيات. اللي عمل الثورة المصرية في يناير 2011 و 2013 حركات شبابية لعبت دور، وطبعا فيها قوى سياسية أخرى هم ضمن هذا الزخم اللي أدى للثورة، لكن ما أقدرش أقول إن دول لوحدهم هم اللي عملوا الثورة. لو كان ما كانش في 6 أبريل، هل كانت الثورة المصرية هتقوم؟ كانت هتقوم، لأن مصر كانت ستقوم الثورة المصرية بدون 6 أبريل، لأنها كانت حبل الأرض في وضع سوي، في وضع في فساد، في أوضاع، لكن هم لعبوا دور مهم جدا ولا يجب التقليل منهم يعني أو من دورهم. أستاذ تامر، يمكن وجهة نظر دكتور سعيد إن ده شيء منطقي، إنما أنت على الأرض، أنت موجود داخل هذه الحركات، ليس فقط حركة 6 أبريل، نتكلم عن الاشتراكية الثوريين، نتكلم عن اتحاد شباب الثورة، نتكلم عن تمرد حتى. إنما وصحح لي أرجوك، إنما الحادث إن في 2008 نفسها، لو خدنا النهارده 6 أبريل وإن 6 أبريل هي مدخل للحديث عن الحركات الثورية، في 2008 يعني بعد المولد وبعد نجاح اعتصام المحلة، فوجئنا إن في انشقاق، بوادر انشقاق في 6 أبريل في المؤتمر الصحفي، من يتحدث باسم الحركة؟ هل من تم القبض عليهم أم من هم لهم تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وغيره؟ هيشوفوا طبعا الانشقاق اللي بتتكلم، طبعا انا مش عضو 6 أبريل الحقيقه، بس احنا بنتكلم، لكن طبعا انا كلهم اصدقاء ويمكن قريب شويه من بعض الاحداث اللي حضرتك ذكرتها، خاصه الانشقاق اللي حصل.
وانت لو بتتكلم عن الانشقاق، الانشقاق ده حصل بعد الثوره، بعد 25 يناير في مؤتمر كان شهير. كان في 2008 مؤتمر صحفي وتم الخلاف عليه من يتكلم، بس ده لم يكن ظاهرا، لم يكن نعم. ظاهرا كالانشقاق الاساسي في انقسام الحركه بين 6 ابريل احمد ماهر و6 نعم. ابريل الجبهه الديمقراطيه. تمام. في 2000 فبعد الثوره يمكن الخلاف اللي بقول لحضرتك عليه اللي حصل، وبدات يبقى في بوادر انشقاق في او بالفعل الحركه اتقسمت الى قسمين، قسم احمد ماهر وقسم الجبهه الديمقراطيه، وكان الخلاف على يعني كانوا بيتحدثوا انه السفريات في الخارج، في اعضاء راحوا، وان هناك راحوا انتخابات وفي انتخابات، وانه الانتخابات اسفرت عن سين، لا هي اسفرت عن صاد. حصل كويس. هذا الخلاف وانقسمت الحركه الى قسمين، لكن انقسام الحركه الى قسمين لم يؤدي على مراحل بقى بعد 25 الثوره، لم يؤدي الى انشقاق في اهداف الثوره. بالعكس، احنا كنا بنشوفهم القسمين في اي محفل من محافل الثوره الاثنين بيدعوا الى كويس الاحداث الثوريه، وبينزلوا بيعتصموا. بالعكس، هم كانوا يمكن كانوا في بدايات بعض العصابات هم اللي بيقودوها. كويس. بس المواطن البسيط والمشاهد العادي كان حينها يتساءل اذا كان يعني الرفقاء تنافروا فيما بينهم لمصالح شخصيه، بكلمك بمنتهى الامانه، فكره ان حد سافر من غير ما يرجع تاني وطيب واخد بالك. فهنا السؤال، اذا لم تتم اعلاء مصلحه الوطن فوق هذه المصالح الشخصيه، فبالتالي بالثقه بتبقى عزيزه شويه. طب خليني اقول لك على حاجه، خلينا نرجع كده بالتاريخ لثوره 23 يوليو. انا من خلال قراءاتي لبعض الثورات لم اجد ثوره حدثت وما حصلش فيها خلاف بين الثوار. يمكن 23 يوليو اقرب مثال لينا، هتلاقي انه كل ضباط الاحرار اختلف. يعني انا منذ صغري وانا اقرا مذكرات لضباط الاحرار بيضربوا في بعض، اشهرها يعني ما قراته وانا صغير مذكرات خالد محي الدين، ويمكن وصف فيها جمال عبد الناصر، لا محمد نجيب، في بعض في اجتماع ما وضغط على محمد نجيب، محمد نجيب عيط فقال انها دموع جمال عبد الناصر، دموع التماسيح. فبالتالي ده في الكتاب، هل انا اتكلم وفكره الخلاف، انا بقول لك فكره الخلاف حول محمد نجيب ووالده منذ اللحظه الاولى. ووالده طيب. منذ اللحظه الاولى خليني بس انما خلينا نقول حاجه ثانيه. اوصل لك الفكره. اتفضل. الفكره انه يعني لما 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 شباب 25 اختلفوا وحصل اختلافات وحصل وفي اخطاء حصلت طبعا، و و ما هي الاخطاء؟ بنعاني منها كثيره، لكن قول لي ثلاثة منهم لو هو كده. لا يمكن أحد الدكتور أشار إليه إنه ما كانش فيه استيعاب لتكتيكات، خدت بالك، تناسب الشارع، تناسب المواطن، لأنه تمام. أنا كثوري أو في حركة سياسية الظهير بتاع الشارع، الشارع خلي بالك إن الشعب، يعني الدكتور بيقول إنه لا الثورة كانت هتحصل لوحدها، لا الثورة ما بتحصلش لوحدها، يعني ما فيش شعب بيصحى الصبح يقول إيه. لو الدكتور ما قالش كده، قال كانت ستقوم الثورة حتى بدون 6 ابريل، ما عندك كذا لا فصائل. لا طبعا في فصائل، لكن انا عايز اقول انه الشعب ما فيش اي شعب في الدنيا يصحى الصبح يقول لك احنا يلا نقوم نعمل ثوره، لا فيها مقدمات ليها وفي احداث ليها على الارض وبتؤدي الى يوم معين عامل زي الزلزال ما حدش يتنبأه وبتبقى الثوره. لكن خليني اقول لك فيما يتعلق بالخلافات، الخلافات لا، خلافات ما فيش ثوره، حتى الثورات التي يعني اعتلت الحكم في كوبا مثلا اختلفوا مع بعض، خدت بالك، ما حصلش انا شفت ثوره اتفقوا مع يعني الثوار اللي قاموا بيها ما كانش في بينهم خلافات. ثوره 30 من يوليو لا في خلافات برضو يعني، بس خلافات مش ظاهره يعني، يمكن خلافات في بعض المواقف يعني. وعايز اقول لك ما هي، هو الواحده بس 6 ابريل الوحيده المختلفه، وصحح لي ما اقول، 6 ابريل الوحيده اللي قالت لست اوافق على خريطه الطريق. لا بص شوف طيب اتفضل. بالمناسبه 6 ابريل شاركت في 30/6. كويس، ما بقول لك هي مختلف على خريطه الطريق. مختلف على خريطه الطريق. طيب شوف، يمكن اشخاص الشباب اللي في ظهرت في 30/6 يمكن شفنا مثلا
تمرد اتقسمت نصين يعني في 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 لما جت الانتخابات الرئاسيه. لا بتحصل خلافات. شايف شايف الامر عادي يعني؟ لا انا بقول لك عادي يعني. انا اقول لك ما قراتش كويس. الدكتور يصحح لي. طيب. قراتش في صور من صورته ما حصلش خلاف. طيب انا 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 حتى استشهدت بصور بتاعته واستشهدت كويس. بكتاب لا بس القياس هنا ان يعني إن لا انا بقيس على فكره انه لا بيحصل خلافات. فان محمد نجيب كان من اللحظه الاولى يعني كله بيتنبأ بهذا الصدام. انا بص انا انا لن بص بص يعني انا بأصل الفكره طيب. انه لا الخلافات موجوده. طيب دكتور سعيد في علم الاجتماع السياسي ارجوك فسر لي ازاي الراي الجامعي في الشارع بيتغير بهذا الشكل الرهيب في التنافر؟ ازاي في يوم من الايام كان اي حد ينتمي لاي حركه ثوريه في الشارع المصري يعني يحمل فوق الاعناق واطلقوا عليهم ورد الجناين حينها، والان ظني ما فيش شاب يجرؤ يقعد على مقهى كده بلدي يقول والله انا يعني بدعو الى تحرك ثوري. الثورات بتمر باربع مراحل: اندلاع الثوره، الثوره المضاده، انشاء نظام سياسي جديد للمرحله الثالثه، المرحله الرابعه تثبيت النظام. اللي حصل في مصر وفي تونس بالمناسبه هو ان لما قامت الثوره انت احتفظت بالنخب الاعلاميه والنخب السياسيه والامنيه التابعه للنظام السابق. فهذه النخب قادت ثوره مضاده كانت ضد الثوره من منذ اللحظه الاولى، ثم لعبت لعبه وابتدت تغير الراي العام. ايضا الاخطاء اللي عملها اسمح لي اقف معاك عند هذه النقطه لانها يعني كثيرا ما تتردد في راي يا دكتور بيقول لك هات لي شخص، هات لي شخص كان موافق على فكره التوريث، هات لي شخص يرفض ان بلاده تتحسن، هات لي شخص في مصر يعني يقبل ان ياتي بعد الرئيس رئيس شاب وكاننا يعني ملكيه ليست جمهوريه. لماذا دائما يعني ننكأ في هذا الجرح وكأن المصريين مش عاوزين يخلي بلدهم حتى لو على حساب شخص آخر غير مبارك أو نظام مبارك؟ شوف الأسباب الصواب كانت عديدة من ضمنها الأسباب التوريث والداخلية بالذات الداخلية لعبت دور تمام. في استفزاز أنت محتاج بدك أحداث تستفز زي ما حصل في تونس بوعزيزي عندنا خالد سعيد فدي كانت بس يمكن كانت سلو موشن شويه وكان عندنا احمد عز ونتائج الانتخابات يعني فكان كل ده المؤشرات دي كانت الحركات الاحتجاجيه اللي طلعت ديت هي احد اللاعبين في موضوع الثوره المصريه يعني هي لم تكن الوحيده اللي حصل طبعا ما قدرتش تصل للحكم لان هي ما كانش دورها انها تصل للحكم هي دورها هو هدم النظام القائم ووضع شعارات ايه الوسائل لتحقيق عيش حريه عداله اجتماعيه مع ما هي مش شغلتنا تمك هي بتطرح هذا الموضوع احمد ماهر ما جاش ما عملش حركه استبيل عشان يبقى رئيس الجمهوريه ولا اعتقد حد من الصواده كان على باله الموضوع ده هو فقط انك تغير الاحداث وتغير الاوضاع اللي موجوده طيب. ايه بقى اللي حصل لهم؟ فصل لي هذا التغير في مزاج الشارع المصري شوف بمنتهى الحديه الاعلام المصري هو اعلام الثوره المضاده بالاعلام الخاص بالذات لعب دور لمصلحه مين يا دكتور؟ يعني هذا لمصلحه النظام السابق النظام السابق في السجن بقى يعني مين لا في بابا السجن حين كان في السجن يعني حين ما هو دي اللعبه حين كان في السجن ما هو دي اللعبه ما هنا اللعبه نفس الشيء لعلمك حصل في تونس كل اللي كان بيطبن عليه قعدوا شافوا في السجن طلعوه حتى رجال الاعمال طلعوه نفس السيناريو اللي عندك حصل هنا انت هتضطرني لا 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 انا عايز اقول لك لا لازم اقول جمله انا عايز افهمك عندي جمله قول الم يخرج بحكم قضائي اتفضل ما هو شوف ما كويس جدا وسيادتك بقى براحتك لا يعني في نهايه الامر القضيه متروكه للقضاء يعني. شوف في نوعين من الثورات في ثوره انت بتشيل النخبه الحاكمه زي الثوره الليبيه الايرانيه الفرنسيه الروسيه وفي ثوره بتتعايش اني الثوره الليبيه شالت كل القذافي ولا قذافي وحتى قذافي لما شال السنوسي والعائله كويس دي بتشيل النخبه بس الحاكمة. ما كانتش ثوره حينها يعني كنت بقى اقل انقلاب يعني خد ما هو ده كله بيبتدي انقلابات بيقلب حاجات ثانيه الصوات العربيه الربيع العربي ده عباره عن انقلابات وصوات شعبيه الاثنين يعني الاثنين في يناير 2011 وفي 2013 حراك شعبي مع تدخلات عسكريه دعم عسكري ام تدخل عسكري؟ الاثنين طيب هي التمرد عشان عندنا فاصل التمرد اعلنت عن حزبها كان في مشاكل بس اجابه سريعه كان في مشاكل في الحزب لكن الان في حزب يمثل تمرد انا كنت اخر معلوماتي ان كان في مشاكل في تكوين طيب في لجنه الاحزاب يعني كويس السؤال هو صحيح السؤال هو ان حتى هذه الحركات الثوريه
6 ابريل وغيرها يعني او وغيرها لم تنجح رغم هذه الاجواء الديمقراطيه التي نحياها وغير المسبوقه في تكوين احزاب. صحيح هي ملأت فراغ يعني تركته الأحزاب، إنما حتى لما تقدمت هي المشهد لم تستطع أن تتدارك أخطاء الأحزاب. تمرد التي كانت سببا رئيسيا في ثورة 1930 حتى اللحظة ليس لديها حزب رئيسي باسمها. بعد الفاصل.